يعني البس بيكيني في الساحل ولا لا؟ بيكيني في الساحل بس هيبقى في البحر بس. ما انا لازم اتمشى يعني واقول ازيك عامل ايه وازيك عامل ايه وراح نزل البحر، فاهم قصدي؟ ايوه تتمشى، ما انت تتمشى على البحر، يبقى لبس البحر. عارفه لبس البحر؟ عارفه اللي هو لبس البحر عادي مفيش مشكله. البحر مثلا بيخلص البحر الساعه كام؟ 6. فانا عندي من 9 الصبح ل 6 انا بالبيكيني. انا بالبيكيني؟ ايه انا بالبيكيني؟ يعني المايو عادي مش لازم يكون بيكيني يعني. ليه ما البيكيني مش مايو ولا ايه؟ انا حاسه ان انت مش بتحب البيكيني. طب هقول لك مايو عامل ازاي. مايو اللي هو بيبقى حته واحده ده عارفه. وان بيس اتنين لا يفضل وان بيس. تو بيس بجد بيبقوا مستفزين يعني. طبيعي يعني انت حره وكل حاجه والكلام ده كله، بس عادي ممكن مثلا لو مسافرين لوحدنا مثلا طابه في حته لوحدنا ما حدش يعرف عنا حاجه فخلاص تمام، مش هيبقى في 18 واحد على المايه مستنيين البيكيني. انت طبعك غيور جدا. حامي ايه يا دمك حامي جدا. لا حاجه احمد العوضي كده باكل كده. الله اكبر عليك يا اخويا. الله اكبر عليك. الله اكبر. الله حكايتك يا ست. الله اكبر.